السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده عندنا يوم صعب جدا، اليوم اللي بيبقى فيه حمزة عندنا بيبقى يوم صعب جدا جدا جدا. ما بتعرفش لا تأكل الطيور ولا الطيور ترتاح ولا احنا نرتاح بسبب حمزة. طب يا بصي، والحركة دي أصلا حركة غلط على الطيور، اعمل ايه؟ ويوم الخميس حمزه يجي عندي لازم حمزه يلف حوالين البط كده، تقريبا البط هيكرهه بعد كده. تعالى هنا. النهارده يوم روتيني خالص يا جماعه، يوم يعني عايزين نقول فيه يا ابني حرام والله يا حمزه، حرام عليك انت في الفصل بتلف فيهم. خلاص بقى اقعد جنبي، اقعد هنا. اقعد بالله عليك، ربنا يهديك. عايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا. احنا النهارده عملنا تدليك للفرخه دي. بص يا سيف، الفرخه دي اللي هي من غير ريش. طب هل الريش ده اتشال كده لوحده ولا هو في سبب وصل الريش للطريقه فدي وصلت للمرحله دي؟ بص هاتها يا سيف، الفرخه الفراخ العريانه دي وصلت لكده عشان في سبب، لان في بكتيريا اتمكنت من جسمها فخلاها تعمل مسام، يعني البكتيريا دي قفلت مسام الجلد فخلت الريش ما يطلعش. بص لها ريشه، ما هيطلع. اي شفت من اول يوم هيطلع لها، ما تخافش. لما نقعد ندهن كل يوم زيت الزيتون وزيت الخروه هيطلع لها ريش في خلال اسبوع. ليه بقى؟ عارفه ليه؟ عارف ليه هيطلع لها ريش؟ لان احنا هنعالج الجلد ده، لان الجلد ده جاله بكتيريا، وبما ان هو جاله بكتيريا كده، بس دي لما دهنتها طلع لها ريش اهو. دي لما اتدهنت، دي لسه عشان دي مدهونه بس النهارده، دي العريانه دي. فليه الريش ده بيتساقط؟ ليه اسباب؟ منها ان الجلد ده اتعرض لبكتيريا جامده فقفلت المسام فخلت الريش ما يطلعش، ده من ضمن الاسباب. وفي تاني سبب كمان، ان تغيير الاكل مفاجئ. لما تيجي تغير الاكل بتاع الطير فجاه كده ممكن برضو يخلي الريش يتساقط. وفي حاجات تانيه كمان بتخلي الريش يتساقط، ما يبقاش ريش، حرام والله. كمان سوء التغذيه. الطير احنا بنفكر، بص له يا سيف، الطير ده احنا بنفكر ان ده والله مش بتوعي انت واحده غيرت. احنا بنفكر ان الطير ده طير يا ابني حرام، طيور وخلاص وادينا بنرمي لها لقمه عيش وخلصنا. لا، الطير ده زي البني ادم بالظبط، زي ما انت بتاخد فيتامينات وعلشان تقوي جسمك وتقوي عظمك ويعمل ويحسن نموه في الـ في الـ في البني ادم وفي صحته وفي عافيته. الانسان ما بيطلعش كده جزاف، مفيش انسان بيطلع كده، لازم يبقى فيه فيتامينات. هنا دولت حصل عندهم نقص فيتامين، نقص الفيتامين هو برضو اللي اثر في كده. نقص فيتامين ايه؟ لا هي كده عندها كل الفيتامينات، لا هي خدت اي تحصينات ولا خدت اي فيتامين، بسبب كده حصل اللي حصل ده. ليه علاج؟ اه طبعا ليه علاج، ومفيش حاجه في الدنيا ملهاش علاج. بس انا عايزه اقول لكم نصيحه، يعني وانتوا اكبر من انا انصحكم. بص يا سيف، ان الفراخ دي زي البني ادمين، بسم الله، مجرد انت بتعذبني بركه وديته عند الاكل. ما هي هتاكل لوحديها. لا مش انت. الفراخ اللي من اول ما انا اجيب الكتكوت لازم اديه تحصينات واديله مضاد الحيوي بتاعه واديله الفيتامينات بتاعته عشان الطيور ما توصلش للمرحله السيئه دي. لكن نقص الفيتامين هو اللي يحصل بيعمل كده. احنا بس عايزين ان التربيه، اللي عايز يبقى استاذ في التربيه ويربي، مش شرط حتى لو هو هيبيع، لا لنفسه هو، لا في حاجات معينه اعملها عشان نحافظ بيها على الشغل. وحمزه عذب الطير النهارده. هي الخلطه اللي احنا عملناها دي بتتاخد كل وقت؟ كل يوم مره واحده بس، ان احنا ندهن جسم الطير بزيت الزيتون وزيت الخروع، نحطه على بعض نص معلقه ونص معلقه، يا دوب تقضي الفرخه. يعني نص معلقه زيت خروع على نص معلقه زيت الزيتون تقضي الفرخه كلها، تدلكها يعني نص ساعات باليوم.
ايه؟ مش بالساعات، باليوم. لا النهارده عملناها، بكره ندهن كمان بعد، وندهن لمده 7 ايام كل يوم كل يوم. هتبتدي كل يوم تحس ان الريش بتاعها بيطلع. ليه بقى؟ علشان احنا بنعالج البكتيريا اللي اتمكنت من جسمها. هي دي كانت، هي دي كانت كده برضو؟ لا دي، لا دي اه بص كانت كده. بص بقى حصل فيها ايه؟ اول ما جبتها دهنتها كنت حبساها وبقيت كده. هما الكام فرخه دول مش بتوعي. بص دولت برضو لما دهنوا عملت ازاي كده. دي اللي لسه، عشان دي لسه انا دهنها النهارده بس، اللي هي العريانه خالص دي. لكن دولت انا دهنتهم قبل كده. بص عملوا ازاي. دي لا دي ما كانتش معاهم، دي بتاعتي. بص الدهان بيعمل ايه؟ ده زيت الزيتون، ده فرق كبير خالص. اه بيحصل تغيير. ما انت لما تدهن انت من ده لده. اه ما هو المشكله ان الجلد جاله بكتيريا، فالبكتيريا قفلت مسام الجلد فخلت الريش ما يطلعش. ف ده عسلتي، ده حبيب قلبي موزه، ده حمزه بنوتي. وبصراحه ده من الحاجات، من العسلات بتاعتي اللي انا بعشقها. والفرخه بص هتبهدله. حمزه ده حبيب قلبي، وهو بيجي عندي يوم الخميس، ولما بيجي بيجنن الطيور. مش حرام كده يا حمزه؟ حرام. انت بتعمل ايه في الفرخه؟ بتاعتنا. بتاعتكو؟ اه كل حاجه هنا بتاعتكو. دي الفراخ علينا، الفراخ فراخكو دي العيانه دي، ودي بتاعتكو. دول بتوعنا كلهم. هم دول العيانين بتوعك بخدهم. لا مش العيانين بس. اما حمزه طمعان في، عايز اخد الفراخ بتاعتي. بيقول لي بدلي الفراخ ودينا كده. عايز اخد الفراخ بتاعتي. فين العيانه؟ اهي العيانه راحت فين؟ العيانه راحت فين؟ هي راحت فين يا سيد؟ هي اللي هناك دي؟ لا اه اهي اهي هناك اهي. هات يا حمزه. ايه تقريبا العيانه دي عشان تريح، عشان لما الواحد يجي يذبح فراخ بدل ما يسقطها في الميه ويقعد بقى يسلق وينظف وكده، لا هي كده متنظفه جاهزه. آه انا كنت عايزه اقول لكم بس ان عشان ابني حرام والله. عايزه ايه يا حمزه؟ هذا مش كده عريانة. اهي العريانة اهي. عريانة حبيبتي. عريانة حبيبتي. اوعى تبص. حمزة كل ما بيمسك فرخة يبص. ليه المحبة ان انت تبص الحيوانات؟ بص ريشها هيطلع. بص جسمها طري ازاي؟ لان كان ناشف يا عيني، في بكتيريا. ده ناشف. اه. دلوقتي ولا شوف ولا طري. بص طري ازاي؟ انت لما كنت جايبها كانت ناشفه ولا طريه؟ ناشفه. الحته دي ناشفه. دي لا دي، دي واكله الحصاله بتاعتها، المعده بتاعتها. ماشي. اتمنى ان الفيديو بتاعي يكون عجبكم. انا بس حبيت اقول لكم عشان في اول زي ما بيقول الف ب تربيه، ان احنا اول ما نجيب الكتاكيت لازم نديها تحصيناتها الاول من البيت زي ما اتفقنا. حطي كل حاجه من البيت عندك، بس لازم ياخد فيتامين، ياخدوا التحصينات المضاد الحيوي بتاعتها وكل حاجه، علشان باذن الله باذن الله الطيور توصل لمرحله كويسه وما تتعبش. ونتمنى بقى ان الفيديو يكون عجبكم. عايزين اعملي 600,000 لايك واشتركوا في القناه واعملوا جرس الجرس، اضربوا الجرس.